بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في الحلقة السابقة قد بدأنا في تفسير قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، وقلنا إن الفتوى شأنها خطير، لأن الله تولاها بنفسه، فدل على عظم شأن الفتوى، وأنه لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا عن علم وبصيرة. ومع هذا فإنه على خطر، وكان السلف الصالح يعظمون شأن الفتوى ويتدافعونها، يحيل بعضهم على بعض، لأنهم يعلمون ما فيها من خطورة. فإذا سئل أحدهم وهناك من هو أعلم منه أحال عليه تفاديا لخطر الفتوى وعظم شأنها. أما في وقتنا الحاضر فصارت الفتوى من أسهل الأمور على بعض الناس، والذين ينتسبون إلى العلم ويزعمون أنهم صاروا علماء، فهم يتهافتون على الفتوى ويطلبون أن تسند إليهم، وإذا سئلوا أو سمعوا سؤالا بادروا بالجواب دون تثبت وترون، فيقعون في الخطأ ويوقعون غيرهم في الخطأ، وهذه مخاطرة عظيمة وتجاسر خطير. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وألا نحرص على الفتوى إلا عند الضرورة، وإذا كان عندنا علم بذلك. أما من ليس عنده علم أصلا، أو ليس عنده علم في هذا السؤال الذي سئل عنه، فإنه يتوقف، فإما أن يبحث ويتأكد، وإما أن يحيل على غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي توقف عليه الصلاة والسلام حتى ينزل عليه الوحي. وكذلك أهل العلم الراسخون في العلم كانوا يتثبتون في شأن الفتوى تثبتا عظيما. وفي الأثر: أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار. فينبغي لهؤلاء الذين يتساهلون في إقحام أنفسهم في الفتاوى، إما للأفراد وإما للجماعات وإما في الفضائيات وإما في الصحف والمجلات، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يورطوا أنفسهم في شيء لهم عنه مندوحة. قل الله يفتيكم فيهن، أي في النساء، وما أنزل عليكم من الكتاب، يشير إلى قوله تعالى في أول السورة، إلى قوله تعالى في أول السورة:
في شأن النساء والوصية بهن، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، في قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، وغير ذلك مما سبق في أول هذه السورة وفي سورة البقرة. فهذا هو ما أنزل الله في شأن النساء، وما قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، وما يتلى عليكم في الكتاب مما أنزله الله سابقا في أول سورة النساء وفي البقرة تتلونه وتقرؤونه، أحالهم سبحانه وتعالى على ذلك. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، واليتيمة من النساء هي التي مات أبوها وهي دون البلوغ، مات أبوها ولم تبلغ، هذه هي اليتيمة. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما فرض الله لهن من الحقوق، وترغبون أن تنكحوهن. فيها وجهان للمفسرين، الوجه الأول ترغبون في نكاحهن، ترغبون فيهن لجمالهن مثلا، وهن تحت ولايتكم وتملكون العقد عليهن. فإذا كان ولي المرأة اليتيمة حقدها في يده لولايته عليها ويطمع في الزواج منها، فعليه أن ينصفها وأن يعطيها مهرها وحقها وحق العشرة التي فرضها الله له، فلا يستغل يتمها وصغرها لاستضعافها والحيف في حقها، أو يكون لها مال ورثته فيطمع في مالها فيتزوجها رغبة في مالها ثم يظلمها لأنه لا يريدها وإنما يريد مالها، فيتزوجها من أجل أن يستولي على مالها، أو تكون موظفة ولها راتب فيتزوجها لا رغبة فيها وإنما رغبة في وظيفتها ولا يعطيها حقها الزوجي عليه. فهذه جملة من الوقائع والأحوال التي قد يتسلط فيها الرجل على المرأة الضعيفة اليتيمة التي بيده عقدة النكاح عليها، فيتزوجها ويعقد لنفسه ولا يقوم بحقوقها. هذا وجه. الوجه الثاني ترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون عنهن، ترغبون عنهن ولا تريدون الزواج منهن، ولكن تعضلونهن عن الزواج بالآخرين وتمنعوهن من الأكفاء الذين يصلحون لهن، فهذا تعسف في الولاية وظلم لليتيمة. فإذا كان لا يرغب في الزواج منها فإنه يزوجها من كفء ترضى به.
فهذا من معنى الآية الكريمة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.